بداية في المشروع كانت من أول يوم بدأنا فيه المشروع. استلمنا الأرض في 5 فبراير. 5 فبراير. وبدأنا زمالة المهندسة مريان، بدأت المكاتب الاستشارية تجهز لنا الرسومات. بس الموضوع يمكن أخذ وقت شوية، عمبيت مرسومات جات لنا. بدأنا تنفيذ فعلي وصب أول عمود في الكنيسة تقريبا في شهر 6. شهر 6؟ يعني خدت حوالي 3-4 أشهر. التصميمات والرسومات بالضبط كده. في الفترة دي احنا بدأنا كنا يعني موقع ده يصعب المسألة أكتر. يعني أنا فاهم إن أنتوا ابتديتوا عمل تنفيذي في فبراير. لا احنا استلمنا فعلا الأرض في فبراير. لا بس استلمتوا الأرض دي ما فيهاش مشكلة، لكن أنا قصدي أول مسمار الدق. لا احنا كان في عندنا برضو مشكلة حضرتك، إن احنا موقع الكنيسة كانت الأرض فيه واطية عن الطرق اللي حواليها في حدود 15 متر. فده كان يحتاج مننا يعني تقريبا عملنا ردم وإحلال في تقريبا بنتكلم في 500 ألف متر مكعب. يا نهار أبيض. فده اخذ مننا وقت جامد طبعا. انت هنا عشان تسوي التربه بالظبط، عشان اعمل تسويات واوصل لمنسوب التاسيس بتاع الكنيسه. ده تقريبا اخذ مننا في حدود 1.5 شهر 2 كمان. يعني يعتبر الوقت ده مخصوم من الوقت بتاع البناء. وقت التنفيذ بالظبط كده اهو. يعني بس عشان الناس تبقى فاهمه انه من فبراير لحد مايو يونيو احنا كنا بنرسم وبنعمل لوحات ورسومات وكده وشغالين، ثم من شهر 6 لحد شهر 7 لا 12 ايه لغايه من شهر 6 ل 7 بتردم وبتسوي. لا احنا بدأنا ردم حضرتك من شهر 2. يعني الردم من 2 بعد ما استلمنا الموقع على طول. انت هم بيرسموا بيجهزوا الرسومات وانت بتردم وبتسوي. احنا بنردم لان كانت كميات كبيره قوي. لان بصراحه كمان كان 5 اشهر بقى كنت هسيب لكم الاستوديو وامشي. كنت هسيب لكم الاستوديو وامشي بجد. تمام. فده اخذ مننا وقت جامد. طبعا الرسومات بدأت تيجي لنا في شهر 6 او في شهر اواخر 5. ايوه بدأنا التنفيذ والكلام زي يعني اول عمود تقريبا صبناه يوم 6/6. ممتاز. بعد كده بدأنا بعد تسلسل الشغل العادي، بدأت الرسومات موجودة وبدأنا نكمل تنفيذ باقي الكنيسة.